إذن مشاهدينا منرحب فيكم من جديد، ومثل ما ذكر مهران رح نرحب بزميلي سالي سعيد اللي كالعادة عاملة جولة على أبرز ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي. صباح الخير. صباح الخير يا جرازيلا، صباح الخير صباح يا مهران ورد. وصباح الخير مشاهدينا، اليوم بناخذكم في جولة نتابع فيها أبرز الترندات المحلية والعالمية وكل ما يخص مدينة دبي وكل جديد في عالم التواصل الاجتماعي. خيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي لوفاة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، أبرز رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، مهندس الكلمة وأيقونة الشعر السعودي الذي وافته المنية السبت عن عمر ناهز 75 عام. وقد نعى الأمير بدر بن عبد المحسن قادة ومسؤولون ومشاهير في الوطن العربي. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، نعى الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود ودون سموه عبر منصة إكس ذاكرا: رحم الله الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وخالص العزاء لأسرته والشعب السعودي الشقيق، رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع وترك سجلا حافلا من الإرث الأدبي المتميز. كما نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وذكر سموه في تدوينة عبر منصة إكس: غاب البدر الذي أضاء بكلماته فضاء الشعر والمحبة والإحساس الذي صنع على مدى سنوات طويلة ذكرياتنا وصاغ أدق مشاعرنا، وختم التدوينة بالقول: ذبلت أنوار الشوارع وانطفأ ضي الحروف. للأسف الأخبار المحزنة كثرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجواء الحزن عمت مواقع التواصل الاجتماعي أمس عندما أعلن الفنان السعودي محمد عبده إصابته بداء السرطان في حديث وتسجيل صوتي بينه وبين الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن قبل وفاته بيوم واحد، نسأل الله له الشفاء. وفي خبر انتشر على السوشيال ميديا في إنجاز جديد، حققت جامعة الإمارات إنجازا ملحوظا في تصنيفات كيو إكس العالمية للمجالات الدراسية لعام 2024، حيث تم تصنيفها كأفضل جامعة في الدولة في 5 مجالات، وذلك وفقا للنسخة الأخيرة من تصنيفات كيو إكس. وقد برزت الجامعة بشكل لافت في المجالات العلمية، حيث تم تصنيفها في 20 مجال دراسي مختلف، وتم إضافة الجامعة لأول مرة إلى تصنيف مجال القانون في عام 2024. وتعكس هذه التصنيفات الجديدة تقدم الجامعة المستمر وتميزها في مجالات عديدة بما في ذلك علوم الطب والعلوم الطبيعية، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الدولة في هذين المجالين. خبرنا التالي سيبحر بنا إلى الأعماق، إذ تم اكتشاف ثقب تامجا الأزرق في المكسيك الذي اعتبره الباحثون أعمق حفرة تحت الماء في العالم، إذ أنهم لم يصلوا إلى قاع الثقب بعد، خاصة أنه قد يحتوي على كهوفا وأنفاقا مرعبة. وتشير القياسات الجديدة إلى أن ثقب تامجا الأزرق الذي يقع في خليج شيتومال يمتد على الأقل 420 متر تحت مستوى البحر. تم أخذ القياسات الأولية لثقب تامجا باستخدام مسبار الصدى، ولكل اللي ما يعرف شو هي الثقوب الزرقاء، هي عبارة عن كهوف عمودية مملوءة بالمياه توجد في المناطق الساحلية، حيث يتكون حجر الأساس من مواد قابلة للذوبان مثل الحجر الجيري أو الرخام أو الجبس. وفي خبر آخر ذو لفتة إنسانية، تبرع المغني الكندي أبل تسفي المعروف بذا ويكند $2 مليون لبرنامج الأغذية في قطاع غزة، ما سيوفر 18 مليون رغيف خبز لسكان القطاع. وخصص ذا ويكند سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة $2 مليون أخرى من صندوقه الإنساني XO لجهود الاستجابة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في غزة، وسيوفر هذا الدعم في إطعام أكثر من 157 ألف فرد. انتشر مقطع فيديو على تيك توك يعرض المهارات والأنشطة التي يتعلمها الطلاب في مرحلة رياض الأطفال في الصين، والذي أثار إعجاب رواد التواصل الاجتماعي وأثار دهشتهم.
kindergartens are like? While kids in other kindergartens eat, sleep, and play games, kids in this Chinese kindergarten do laundry and cook, learning self-reliance. They have outdoor stoves proportionate to their height, and they make their own meals every day, from washing and chopping vegetables to cooking. They eat their own cooked meals with such gusto you'd think they're licking the plates clean. After eating, they voluntarily clean up and even line up to wash dishes. The principal assigns tasks based on the kids' interests to foster their hands-on skills. They start working right after meals, making baskets or knitting scarves for themselves and even using sewing machines to make clothes. They embroider, weave mats, and even make their beds. They're taught independence from a young age. The older kids can cook a meal from scratch, and the younger ones are adept at kneading dough and making pancakes, making chefs jealous. They even squeeze their own milk and make juice from scratch. From washing and cutting fruit to the final product, they do it all themselves, with teachers offering guidance. After eating and drinking, they get busy with various activities like embroidery, building walls with mud, making puzzles, drawing, and making decorations. The girls can even practice makeup and hairstyling, becoming professional hairstylists upon graduation. They never skip school because there's just too much to do. Some netizens say this is real hands-on education, unlike other kindergartens where teachers worry about kids getting hurt. Here, they face challenges head-on, with special forces-style training, jumping rope while playing basketball, climbing ropes, and building giant Ferris wheels. They learn to ride balance bikes and practice martial arts. There's no crying when dropping kids off, they run straight to class. Fighting over toys? Non-existent. Everyone's too busy with their own tasks to bother with that. This is what childhood memories should be like. If it were your child, would you choose this kind of kindergarten? ملفت كتير طريقة التعليم وأقل شيء تنال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنه عم بيعلموا الأولاد من عمر من سن كتير صغير صحيح. الاستقلالية وعم بحضروها نوعا ما للحياة هيدي المهارات الحقيقية هل تحسون أن يعني شيء ضروري أن نحن ندمج المهارات الحياتية مع المواد العلمية طبعا أكيد حق الطالب أكيد بعتقد الكل عمل هيك دورات غالبية المدارس ولكن بتفاوت بنسب متفاوتة ولكن لازم يكون المهارات الحياتية عن جد أكثر من الأمور اللي بنتعلمها يعني إذا سألك أنا هلأ سمع لي مثلا تيوريم أو الديفينيشن تبع بيتاغورس رح تتذكرها؟ لا بس إذا علموك مثلا تسلق بيضة أنت بالمدرسة بهيدا السن رح تعرف تسلق بيضة هاي الفكرة بالضبط رائع فيديو آخر انتشر على إنستغرام لحصة تدريبية صممت خصيصا للأمهات والأطفال الرضع لتمضية الوقت مع بعضهم للتنفيس عن تعب الأمهات خصوصا في هذه المرحلة العمرية وفيديو آخر لطيف من عالم البراءة والطفولة لطفلة آسيوية تقوم باستعراض الزي الرسمي للخطوط الجوية المختلفة من أنحاء العالم. Outfits inspired by airlines. Qatar Airways. Turkish Airlines. Singapore Airlines. SCAT Airlines. Fly Emirates. مهضومة كتير دي سالي غير مباشرة الأهل أنا بحاجة سافر لبست هي زي مضيفات الطيران الحين نفس ما تلاحظون غرازيلا ومهران وايد ياسين نشوف مشاركة الأطفال خصوصا في هذه المرحلة العمرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطرق مختلفة أدري أنت يمكن شوي ضد الموضوع. على الموضوع نعم لكن ياسين نشوفهم وايد ياسين يندمجون بالكثير كذلك من الترندات صراحة أنا مو بوايد مع هالجانب هذا ولكن إذا كان فيديو طريف بهذه الكياتة والبراءة اللي شفناها قبل شوي شو المشكلة أن الطفل يكون عنده محتوى بالعكس والأهل يكونوا هم حاطين المسار أو التوجيه من عندهم شو بتلاقي وين المشكلة بالموضوع طيب رح أسألك أنا شو الهدف الهدف أنه هذا الشيء صار أمر مفروض منه في هذا العصر السوشيال ميديا حوالينا يعني وعايشين داخله وعايشين ما في طرق دراسية أحيانا عن طريق السوشيال ميديا عن طريق البعد عن طريق اللابتوب عن بعد باللويحات الإلكترونية بالزبط. طبعا التكنولوجيا دخلت ولكن مواقع التواصل الاجتماعي شتانة ما بينها وبين التكنولوجيا
أنت عم بتقول أمر مفروض بتربية الأولاد أولياء الأمور، ما في أي أمر لازم ينفرض عليهم لأنه هن المدركين. لا قصد الفرض هون معلش أنه سيأتي يوم من الأيام ويستخدم هذا السوشيال ميديا، سيأتي يوم من الأيام تدريبه مثل المعسكر سيأتي يوم يعني على عمر 15-16 يكون عندهم وعي حتى يعرفوا أنه هيدا الأمر مناسب هيدا الأمر غير مناسب. ولكن صدقا إذا بتجي بتطلع أولياء الأمور عم يعملوا ثروات، عم يعملوا أموال مخيفة، عم يستغلوا أطفالهم. هيدا الموضوع أنا يلي بحسه عن جد أنه حرام، الأطفال ما قالون يعني لا جمل ولا ناقط لهم بالموضوع وعم يستثمروا فيهم. هيدا الأمر يلي في مصطلح صار كثير في الأونة الأخيرة أنه الأغنياء الصغار، فعلا أنت أطفال ولكن عندهم أرصدة بالبنك كبيرة. ما بين مؤيدا ومعارض يمكن هذه كانت انت رايك، اعطيني رايك انت يعني ام يعني اكيد عندك صحيح. ايضا راي بهالموضوع، ما بتحس انه هذا الامر؟ انا احس لعمر معين لكن بعد هذا العمر جدا احس بسيء ان الطفل يطلع على السوشيال ميديا، خصوصا انه معرض للكثير من الفيوز والمشاهدات. يعني مو بلازم هم ما يدري مين عم بيشاهد والعالم مليء باصحاب السوء. أنا ضمن رقابه الاهل يعني لازم يكون الاهل مراقبين لهذا الشيء. ما هو الفيديو يطلع يعني انت ما تقدر تسيطر على فيديو ممكن صحيح. يضرب ممكن الله اعلم يعني من سيشاهد صحيح هالفكره طيب يعني نحن طبعا تحيه لادم ما كثير بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تحيه له وكالعاده شكرا لك سالي ابن سالي الزميلة سالي سعيد لكم آدم. أولادكم يا رب أم آدم طبعا أم تريزي أم تريزة طالق قريبا بتصير أبو أبو أب مش أبو أبو لا أب شو معقول تسمي الأبو هو داخل طبعا شكرا لك طبعا خيمت بعض الأخبار صحيح سلبية للأسف على أمل طبعا ندعي بالشفاء لفنان العرب محمد عبده وشكرا لك على الجولية شكرا لكم شكرا ساري